خليل الله إبراهيم من أحب عباد الله إلى الله جعل اتخذ الله إبراهيم خليلا لكن انظر إلى ابتلائه ابتلي بالأقربين حتى بأبيه وابن عمه تمالؤوا عليه جميعا ولم يكن التمالؤ لمجرد إخراج أو ضرب أو شتم بل رميه في النار ولكن قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وبعد ذلك الابتلاء بالهجرة الشديدة عن الوطن وبعد ذلك بالابتلاء بعصف الملوك وظلمهم نمرود وغيره ثم بعد ذلك بالابتلاء بالأمر بأن يخرج بولده الحبيب الذي ما رزقه إلا على كبر وأمه وأن يتركهما بواد غير ذي زرع لا ماء ولا مرعى ولا طعام ولا جيران ولا أحد يدافع عنه فاستجاب لذلك ثم بعد ذلك أمره ابتلاؤه بأمره في المنام بذبح ولده هذا قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر فحينئذ نجح إبراهيم في كل الامتحانات قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن جميعا تمهن معناه مئة بالمئة كانت الدرجة كاملة في كل مادة قال إني جاعلك للناس إماما هذه الجائزة